كاينه التجربه ديال 20 فبراير سيرتو يعني في الدار البيضاء اللي هي مركز الصديق العمالي والشعبي وكان كيظهر باش ما تطلعش بان كاين شويه التراجع مؤخرا المستوى الدار البيضاء ما كاينش ما كاينش تراجع الاشكال اللي كاين المستوى الدار البيضاء هو انا كيف كنعرفوا انه النضالات ديال الثقيله 20 فبراير هي الوحيده اللي ما توقفاتش كنعرفوا ان الدار البيضاء منذ 20 فبراير اللي كانت كل اخر اسبوع كنعرفوا ان الدار البيضاء هي اول من اول وحده اللي تعرضوا لها من بعد في 16 مارس وكذلك على مستوى الدار البيضاء كاين ثلاثة اكراهات الاكراه الاول هو الصعوبه ديال التعليم اعتبار ان بين الحيره المتشعبه الوصول من الناحيه الشعبيه وتغطيتها بشكل عام يعني تكون صعيب بزاف المساله الثانيه هو انه الوقت ما بين اخذ القرار ديال الشكل النضالي في الوقت ديال التنفيذ ديالو ما بين دابا لحد يعني حتى هو كيخلق مشكل المسألة الثالثة كنعرف كاين واحد الحملة شرسة على الإعلامية شرسة على مدينة الدار البيضاء واللي كتحاول أكثر من ذلك إعلامية رسمية ولا حتى مستقلة بين قوسين أنها تقول أن الحركة مسيطرة على هذا الإحسان الحركة مسيطرة على الأحزاب السياسية ولا على العاصمة ولا حركة ماشي دولة الشعب حركة ماشي كذا ولكن مع ذلك مازالت من الزخم ديال النضالات يعني حاضر انا كنقول لك بان كاين واحد القاعده من حركه 20 فبراير ديال المواطنين والشباب اللي هي قاعده ثابته يعني مثلا ما ممكنش داخل ديال الدار البيضاء انك مثلا تبدا في احتجاج اقل من 6000 ولا 7000 واحد في الشارع مزيان ولكن جانب ثاني مثلا من الدستور اللي هو غادي تطرح فيه ديال الدور ما كاينش واحد الرجاء وسط هذا الممكن اللي كتشكل 20 فبراير يعني واش هذا الانسجام غادي يبقى قائم ولا لابد ما توقع عمليه ديال الفرس وسط الحركات هو داخل كل محطه تاريخيه داخل كل محطه سياسيه ضروري كيوقع الفرس كاين الناس اللي استقطبوا المطالب ديال استقطبوا المطالب ماشي فعلا يعني كيف ما هو يعني كنتصوروا داخل حركه 20 فبراير لان حركه 20 فبراير ما راهناش بوثيقه معينه انها تخرج حركه 20 فبراير مستمره في الزمان وفي المكان ضد الفساد والاستبداد كمؤسسات يعني ان الدستور ممكن تجيب مجموعه من الفصول مجموعه من الكلمات عباره عن شعارات ولكن ممكن تصبح بلا ما يكونش اذا حركه 20 فبراير بالمكونات ديالها الحقيقيه يعني بالايمان الحقيقي بالمطالب تحليل يعني تفكيك المطالب الحقيقي وكيف الاجراء ديالو على مستوى مثلا المؤسسات السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه فكنعتقد ان الاشارات القويه في علميه بقى ما كاينش المواضيع ديالها الدستور غادي يخرج كوثيقه غادي يتناقش ما مرهونيش باجوندا ديال الاخر اجوندا حنا اللي سرعناها حنا اللي فرضناها وغادي نفرضوا الاجوندا ديال حركه 20 فبراير اللي هي اجوندا اللي كتحمل مطالب الشعب المغربي واللي ما شي واحد اللي زعما كاين ملي كتكلم كنقولوا كتحمل مطالب الشعب المغربي راه الشق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الحريه والكرامه والعداله والمساواه يعني هادشي كامل فاي مواطن مغربي فهو كيحلم بها ولكن غادي تتم عملية ديال الفيتو مثلا لما تمش يمكن لك تصور مثلا واش تيح هاد الاشتراكي ولا غادي تشوف ما غاديش الناس تعطى الدستور بالنسبة لي مجرد ما تخرج هاد الورقة اللي هي الدستور غادي تعتبر بان راه تحققات المطالب وغاتم عملية ديال التمييع ديال الحركة ومحاولة يعني لجم نضالاتها وتجي بان راه حققنا واحد السقف معين وخصنا المراجعة إلى شيء هو مسألة تحقيق المطالب فين ولا بدا؟ وراهي بإجراءات إجراءات فورية عملية وفورية الإجراءات العملية والفورية ما خصهاش تتعامل معها بانتقائية يعني أنه ما نقولش أننا غنجيب واحد الدستور هو كيخدم في سقف معين ديال الطبقة السياسية معينة غتستافد منه ولكن فعلا الفئات الحقيقية اللي كنتمي لها الشعب المغربي ما غاديش تستافد حنا كنعرفوا أنه الآن ما يحاك الآن هذه الوثيقة اللي غادي تخرج رغم انها تقدر تكون تحمل ايجابيات وتقدر تكون تحمل سلبيات ولكن المستفيد الاكبر منها تكون الطبقات السياسيه يعني هذه الطبقات السياسيه اللي هي متحكمه الان في المشهد السياسي عبر انتخابات غير نزيهه وانتخابات مزوره وانتخابات فيها سلطه الاعيان وانتخابات فيها سلطه المال وانتخابات اللي اصلا إلا تكلمنا غير على مثلا ما قالت وزاره الداخليه في نسبه المشاركه ديال 27% هذا الشيء كيشير ان هذه الطبقه هذه بالضروره غتقول ان هذا الشيء خادم ولكن الفئه الشعبيه كيف ما قلت لك اللي هي كتسنى اجراءات اللي هي عمليه
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي في الساحه في الشارع المغربي، فكنعتقد انه ما غاديش يخلي انك تلتف على الحركات عشان يكبر عليك. هذا من جهه. من جهه اخرى راه نؤكد المطالب 20 والله يجب ان يجعل مع الاتفاقيه، وكاين مجموعه من المطالب اللي هي ملحه من ضمنها هو ان الفساد المؤسساتي والسكات المؤسساتي يجب القضاء معها. اخي اذا خدينا الامر بهذا الاتجاه اللي قلتي، واش هذا ما يفرضش مثلا يعني ابداع اساليب خلق النظام، ابداع وسائل ديال التعبير، لان فئات واسعه من الشعب حاليا ما زالت بعيده عن الانخراط في الاداء النضالي ديال سيرت ما الجانب، خصوصا يعني الفئات ديال الفلاحين، الفئات ديال العمال. خاطر نكونوا صريحين، وهذا موقف ديالي انا داخل الحرم بصدق. مشينا بشكل كبير على مستوى الاحتجاج في الشارع وغاب التواصل، وكان خاص ديك المدينه الدار البيضاء، مثلا مدينه الدار البيضاء لان مدينه كبيره خاص اشعاع اكبر، خاص توصل المغرب بشكل اكبر، وانا من الناس اللي ماشي كيتصنتوا للناس اللي دايرين بهم، يعني ماشي الناس اللي كدير الاشباع النفسي، يعني واحد خمسه كنعرفهم ولا 10 كنعرفهم يقول لي كذا هو واعي وخرجنا للاحتجاج وكذا وهذه وكنتصنت ليه ونزلوا وكذا وهذه، فبغيت كتصنت نبض الشارع، بصح نبض الشارع كيقول لك ودي انا بغيتك تتواصل معاه، بغيت مطالب نعرفها. الحي اللي كنسكن فيه بعض المرات كنحضر رياض ديال الرجعه بالليل 20 ولا 40 واحد كنوقف كنقول لك حركه 20 فبراير مع المطالب كذا، ولكن وضحوا لنا بغينا نعرفوا، خص التواصل، بغينا ديروا لنا اوراق تكوينيه، بغينا ندوات، بغينا غير نعرفوا غير على الاقل وسط السيمانه ولا كذا. هذه جمعونا واحد النهار جو عندنا الحي كذا قلنا ها 20 فبراير شنو هي، ديك الساعه غنوليو حنا نهبطوا نحتجوا وغنهبطوا حنا بشكل واعي للمطالب بصدق. هذاك الشكل ديال الاحتجاج بشكل اسبوعي ما بغيتش ندخل في بعض النقاشات اللي بدات كتجر شويه المشاكل، اللي هي اصبحت حتى هي نقاشات مقدسه اكثر من المقدس اللي كنحاربوه ولا كيعتقد نسوا ان شي واحد داير ولا عنده المقدس. ما بغيتش نجبد مجموعه من الحوايج اللي هي الان كنقولوا ان مجموعه من المكونات داخل 20 فبراير عندها اليات للشغل الاحتجاج وعندها اليات للشغل البديله، يعني ماشي كلشي عندها كيدير الاحتجاج، كاين هذا اللي كيدير الاحتجاج، كاين هذا اللي كيدير التطبيق، كاين هذا اللي كيدير التعبير، كاين هذا كذا 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 هذه، ولكن مكونات اخرى يعني بقوتها السياسيه كاين مواقع كذا وهذه، ولكن على مستوى التعبير او التقدير وكذا وهذه غيب هذا الامر هذا. اذا خص المكونات كامله تريح باش تتساوى في قدر التكوين وتتساوى في قدر التعبير او تتساوى في قدر التواصل، يعني وهذه اشاره سياسيه قوية وواضحة جدا جدا جدا، ويجب يعني التمسوس تعمل مع الإعلام اللي ولا تيتوجه دروك في الاتجاه ديال واحد الحملة من الصعورة في تشويه الحركة ومكوناتها وخلق واحد البلبلة وسط الجماهير ديال شتي فاش كتشوف أن الإعلام الرسمي سد الأبواب كيشوه، وحتى الصحافة يعني المكتوبة كتشوه، وأن مثلا بحال المسيره ديال اسفي ولا المسيره ديال طنجه ولا المسيره ديال الدار البيضاء ولا المسيره ديال اللي في مجموعه من المدن انها نازله بذاك الكم وبذاك الحجم، يعني ولا زالت نفس الشعارات يعني صداحه في الاجواء ديال وفي السماء ديال المغرب، فاكيد انه هذه الترسانه كامله موجهه لضرب الحركه باقا ما قدرش انها تقيس العمق وانها توقف المواطنين والمواطنات لانهم بقاو يعني ملتفين على مطالب حركه 20 فبراير والامين بمطالب حركه 20 فبراير. يكفيني انني نشوف يعني من اسطح المنازل يعني من نوافذ المنازل ان الناس كتلوح لك بشارات النصر وكتردد معك الشعارات، فاكيد ان الناس اللي كتقول ان داخل كل بيت كاين دوزام وكاين الارتام كاعلام رسمي اللي كيشوه الحركه، انا كنقول لا، كاين داخل كل بيت 20 فبراير يعني في قلب كل طفل ومراه ورجل اللي فعلا مهتمين بالقضيه ديال الحركه والقضيه ديال الغموض. اذا باش نختموا هذا النقاش هذا، شنو هو الافق اللي تتشوفوا غاديه فيه المسار ديال الحركه خاصه بعد ما غيدوز هذا الاستفتاء ولا في اطار الاستفتاء اللي جاي؟ شنو هو الافق؟ انا كيبان لي ان حركه 20 فبراير بشكل مختصر وبشكل مقتضب يجب ان تحدد الان يعني تمشي الموطن ديال الفساد والمؤسسات ديال الفساد بشكل مباشر، والاستبداد والفساد تمشي بشكل مباشر. الان خص المؤسسات يعني تبدا النضالات ديالنا غادا بشكل مباشر وعن ملفات، يعني يكون النضال ديالنا مع المواطنين، يعني يكون عندنا ملفات اللي هي ناضلوا عليها، لان المواطن ملي كيشوف ملفات وكيشوف ارقام وكيشوف احصائيات وكيشوف كيفاش ان الخيرات ديال البلاد كتنهب يعني بشكل ملموس فهو كيتفاعل. شكرا. Let's do this one.